ومعانا دلالة عبد العزيز، الفنانة الجميلة الصديقة الأقرب لرجاء الجداوي. دلال، مساء الخير وبقاء لله. خير يا حبيبتي، حبيبتنا مشيت يا أوي أوي مش عارفة أقول، مش قادرة أصدق إن إحنا بنعزي في رجاء الجداوي. كانت دايما يا حبيبتي كل ما ندخل عزا ولا بتاع يقولوا لنا انتوا جيتوا تعزوا، تقول لنا تقول لهم كويس ان احنا اللي بنعزي مش بيتعزى فينا، النهارده بيتعزى فينا. انا عايزه اقول لك ان انا نفسي مش يعني طبعا ما فيش حد يعني ونعم بالله وكل، بس انا من الصبح مش عارفه اصدق يعني. حبيبتي كانت ست جميله وراقيه وكريمه، كريمه الخلق وكريمه اليد، ويعني وحنينه وعطاء، اسمها عطاء الجداوي فعلا يعني. وكان سمير غانم بقى يهزر معايا يقول لها انت عزاء الجداوي عشان من كتر الواجب اللي هي بتعمله. كانت دمها خفيف ومسليه، لما كانت تقعد في القعده محدش بيتكلم غيرها ونبقى مش زهقانين ونقول لها عدلنا وتحكي القصه او الحاجه اللي بتسلينا بيها 30 مره وتتحكي، يعني شيء غريب جدا. كانت فعلا تدخل كان مجموعه دخلت مش فرد دخل، في مجموعه كده. اقول لها انت دايما لازم تقولي نحن رجاء الجداوي، تضحك وتقول لي يا شيخ. وبعدين ما كانتش تزعل ابدا غير من ان مثلا انت النهارده ما كلمتنيش، اقول لها مكلمك يا رجاء، تقول لي لا انت كدابه انت ما كلمتنيش. تتقم ازاي الاطفال كده يعني، كان ده قمه زعلها يعني. كنتوا ثلاثة يا دلال، انت ورجاء وميرفت. انا وهي النهارده انا وميرفت كنا رحنا الجنازه متدمرين طبعا، يعني شيء صعب صعب جدا. وميرفت عماله تكلم نفسها تقول يعني احنا رايحين دلوقتي نودع رجاء، يعني احنا دلوقتي انا مش على رجلين بس. هي صحيح جت تسلم عليك يا دلال؟ جت انا ده اللي مقطعني، انها جت بالليل وانا افتكرتها بتهزر، قلت لها لا يا رجاء روحي اجري لعبتي، ازاي بتمشي كده واحنا في كورونا وبتاع. قالت لي والله انا تحت بيتك وعايزه اشوفك، ماشي بنتها اللي فكرتني. وطلعت على بيت ميرفت امين نفس الحكايه، وراحت بيتها في الدقي سلمت على عمر زهره كانها بتودع كل حبايبها. واخر مكالمه ليا معاها كنت اول ما دخلت المستشفى كنت دايما بكلمها وهي ساعات تطلبني، اقول لها بتتعبي نفسك ليه يا رجاء بس بتتكلمي كتير يا حبيبتي، تقول لي لا معلش مش قادره ما بكلمكوش كل يوم زي العاده يعني. فاخر مره قالت لي خلي بالك من اميره ودايما خليكي على اتصال بيها. قلت لها انت ليه بتقولي كده؟ ان شاء الله انت اللي هترجعي وتخلي بالك مننا كلنا يا حبيبتي. الله يرحمها، هي كانت ست جميله وبعدين يعني عارفه قرفتها حلوه. تصدقي ان احنا من يوم ما دخلت العنايه المركزه واحنا بنختم لها القران يوميا عشان ندعي واحنا يعني ببركه القران حبايبها كلهم يعني. والله النهارده كانت الختمه 32، كل يوم اعمل الليسته واوزع لهم بقى انت جزء كذا وانت جزء كذا، وكل يوم ونعلم. ودنيا وايمي يعني هي كانت صاحبه كل الاجيال، دنيا وايمي بيحبوها كانها صاحبتهم، كانها مامتهم بالظبط يعني، مش امهم كمان، لا صديقه ليهم يعني. كانت ليها اراء بتبقى متعاطفه مع دنيا وايمي اكتر مني يعني في ارائهم يعني. هي كان عندها متفتحه كده وفيها يعني هي قلب شابه وعقل وفكر مستمر وشجاعه، كانت شجاعه، هي متنوره. وبعدين طول عمرها ست شقيانه بمعنى كلمه شقيانه، صح يعني دايما علشان يا حبيبتي تشتغل وتظهر وتقوى وكبرياء وشموخ وعزه نفس ما حصلتش حقيقي. ايه حاجه مش ممكن تنسيها يا دلال لرجاء؟ انا عارفه ان هم حاجات كتيره جدا ده بس كتير قوي كتير قوي يعني. ما انساش بتطبطب عليا في وفاه امي الله يرحمها، ده خدتني في حضنها، حسيت ان امي بتحضني بجد. كانت حساسه قوي ما تستحملش الهواء. يوم ما ميرفت تعبت ودخلت المستشفى كنت انا بعيده، طلبتها قلت لها الحقي يا ميرفت، جريت. فكنت احنا الثلاثه ما بنفترقش بس للاسف افترقنا. الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها. هي سابت لنا كل الحب، كانت مجامله قوي 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 قوي، كانت بتيجي على نفسها كتير عشان تعمل واجب بالظبط، جامد، كانت بتتعب نفسها
في فرح فلانه ولدت فلانه مش هتبارك لها وتكلف نفسها يعني كمان، يعني مش تدخل كده بس، لا كانت تجيب هدايا هدايا. ايوه كان كل عيد ميلاد لازم احنا الثلاثه كانت دايما نتصور، اللي هي صاحبه عيد الميلاد تبقى في النص واحنا الاثنين على الطرف، ففي بقى ملايين الصور كده، وهي مثلا في وسطنا انا في وسطهم ميرفت في وسطنا، يعني متعودين ولازم في كل مكان لازم الصوره بتاعتنا احنا الثلاثه. يعني حتى كانت دايما تقول لي في شمعه انا عملتها لها عليها صورتنا احنا الثلاثه، قالت لي اكتبي عليها احنا الثلاثه تملي ثلاثه، فكتبتها. ميرفت امين من ساعه دخلت المستشفى وهي الصوره بالشمعه دي قدامها تعيط، قالت لي ما بقيناش ثلاثه يعني. الله يرحمها سمير غانم، بيتي سمير غانم اتدمر، لان هي الفتره الاخيره اول هي عشره قديمه معاه طبعا، وست مجامله، ده عمال يفتكر لما سيد اخوه مات بيقول لي جت قعدت طول النهار عندنا في البيت، لما كان هو اخوه توفى في اليونان كانت هي بتصور فيلم مع الزعيم عادل امام في اليونان، بقت يوميا تروح المستشفى، يعني ست مجامله ومن قلبها وما بتتعبش، يعني كانت طاقة إيجابية تدخل تملى المكان كده مشع، ودمها خفيف ولذيذة. سمير غانم ضايع خالص لأنه في الفترة الأخيرة اشتغل معاها، اشتغل معاها كان زوجة مفروسة قوي في الآخر، كان عامل هي وجوزها، وقبل كده شربات لوز كانت عاملة أخته تقريبا، يعني جمعوا كتير وبيشتغلوا مع بعض كتير من زمان. ربنا يرحمها ويصبرنا يا رب يا رب. انا بعزي نفسي وبعزي بنتها وحفيدتها وجوز بنتها محمد، بوصي على اميره يا رب، ربنا هو جميل واحنا هنخلي بالنا منها أصول كلنا طبعًا. طبعا طبعا طبعا. بشكرك يا دلال وربنا يصبرك انت كمان، لان انت اقرب واحده. ربنا يخليك. بشكرك الفنانه دلال عبد العزيز.